نعم حديث عن عثمان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة رواه مسلم ما شاء الله أبي عثمان دعوة على مرداك قد بانتها رسول الله صلى الله عليه وسلم بان من فتحها نعنى هاي بان سانسان مسجد سمراب الله الله نقا سانسته مو نقوم فرقاء بيبنى ما شاء الله جزاك الله خير جزاك الله خير مع الترجمة بالكمبودي تمام